السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، إليكم هذا الخبر. أعلن الإطار التنسيقي اليوم الاثنين عزم المضي بعملية تشكيل الحكومة خلال الأيام القليلة المقبلة. وقال القيادي في الإطار عائد الهلالي في حديث إن قوى الإطار التنسيقي عازمة ومصرة على المضي بعملية تشكيل الحكومة العراقية ولا تراجع عن هذا الخيار إطلاقا. وأضاف إن أمر تشكيل الحكومة مدعوم من غالبية القوى السياسية العراقية، مشيرا إلى أن الإطار التنسيقي يريد تشكيل حكومة تجمع كل الأطراف السياسية دون تهميش أي طرف بما في ذلك التيار الصدري، من أجل ضمان نجاح الحكومة المقبلة في عملها دون أي معرقلات قد تواجهها.